والله احنا الدوره هذه عملنا الدوره هذه بتاع تكريم ممرن في نادي صفاقس قديم ياسر اسمه بروك بن محمد، واسم بروك بن محمد هذا اللي كون البوكسرات في صفاقس وكون برشا اجيال وطلع برشا اجيال وتحصل على بطوله افريقيه وقت البرة، وتوا حابين نعملوا الدوره هذه لنا تاع الملاكمه هذه تكريمه وتذكيره باش يعرفوه الناس اللي هو المدرب كبير ياسر وكون اكثر الملاكمين اللي كونهم هو، ونقول الدوره هذه ان شاء الله استدعينا فيها برشا نوادي سواء كان هلال مساكن نوادي من صفاقس والجمعيه العسكريه بسوسه وعدد ملاكمين من الجنوب كبنقردان وغنوش وزيد خرج استدعينا ملاكمين من جمال امل جمال، وان شاء الله الدوره هذه فيها تقريبا 15 دوره باش نلقاو شكون باش يتحصل على الكاس بتاع المرحوم محمد المبروك وكاس المرحوم المدير الفني مدير الفني الجامعة التونسية للملاكمة سيد مكرم الكرامي اللي توفى، حابين نعملوا له حتى هو كاس وان شاء الله الكاس هذا يتهدى للفريق اللي باش ينتصر وباش يفوز سواء سواء بالخطة وسواء بالارقام بالحسابات، ونتمنى نادي صفاقس للتغيير هذا ان شاء الله اللي عملناه اللي قامت به الهيئه المديره على راس السيد منصف ماخم باش عملنا ملاكمين صغار صغار وان شاء الله تكوينهم هذو باش ياخذوا المجال ويخلفوا الملاكمين الاخرين. توا عندنا ان شاء الله برشا ملاكمين وزوز في الفريق القومي وان شاء الله صارت تعدى بها هذه فيها شبان وفيها برشا اهالي جاو يحبوا الملاكمه، وان شاء الله نشكر الجمعيات اللي جات كلها سواء من الجنوب سواء الشمال، وان شاء الله نقولوا الملاكمه في نادي رياضه صفاقس بدات تعطي ثمره كما الرياضات الاخرين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشكور النادي الصفاقسي على توفير الفرصه هذه معناتها الملاكمين اللي نعتبروها مقابله تحضيريه الموسم ان شاء الله تضبط الرزنامه نتاعه وان شاء الله معناتها يتعدى موسم في ظروف باهيه، وهذا معناتها فرصه باهيه وفرها لنا النادي الصفاقسي في بدايه الموسم، وهي معناتها لاحياء ذكرى ممرن معناتها عنده ايادي بيضاء على الملاكمه التونسيه، ونجد شكرنا للنادي الصفاقسي على مثل هذه المناسبات اللي وفرها لنا. عسلامة مرحبا، هيثم قزقز مدرب جمعيه عسكريه سوسه، جينا اليوم استدعونا النادي الرياضي الصفاقسي للدوره هذه اللي هي تكريم المرحوم محمد بن مبروك مدرب سابق بالنادي الرياضي بصفاقسي، لبينا الدعوه جينا اجواء رائعه فرحوا بينا ما قصروش، نحن مستحقين الدورات هذوما اللي فيهم مستوى طيب فني، نحبوا باش نشاركوا باكثر عدد من الملاكمه باش ننميوا الملاكمه باش نطوروا من الملاكمه، الملاكمه ما تعرفوا قد ما يلعب كومبوات قد ما يكون حسن ومتحسن اكثر وقد ما يتحسن، دونك يعطيهم الصحه على البادره هذه وعلى الفكره هذه وان شاء الله يواصلوا وان شاء الله تكثر البادرات هذوما والدورات هذوما، ونشكر النادي الرياضي الصفاقسي وان شاء الله من حسن الى احسن.